هي او عنوان كبير، ان احنا كصناعيين وكزراعيين وكاصحاب عمل عندنا دائما بتاريخنا بجغرافيتنا بين 300 ل 400 الف سوري مقيم في لبنان. نعم. بيجي بيشتغل عندنا كل الجمعه، بيروح سبت واحد على سوريا عند اهله، بيرجع بيجي لحد من عشيه وبكفي يشتغل عندنا بالزراعه بالبقاع بالعكار بكل الاراضي تبعنا، لانه الزراع اللبناني في قوه ذاتيه، قوه العنفوان الشخصي، ما بنشتغل على ترمبه بنزين بنجي بالمصري. فاذا كان بس برا بنشتغل، ما عم بحكي عن برا، عم بحكي نحن ما بنشتغل، وهذا انا شخصيا بقتنع فيه. اللبناني عنده عنفوان، ليه ما بتشتغل خدم تقدم قهوه؟ اورايت ما بيشتغل، ما بتلاقي. هلا بنلاقيه بالمطاعم، هون حس هو انه بيقدر يتميز. اكبر شيف اليوم بتلاقيه هو اللبناني بالمطاعم. ترجع للنزوع السوري، ايه هي عازله لنا كديات عامله، ونحن شاركنا كهيئات اقتصاديه، شاركنا حتى مع الرئيس محمد شقير باجتماع البلديات اللي عملوا التيار، ونحن كنا لنا موقف واضح، نحن مع شرعنه التواجد السوري. وهالاهمال اللي صار بين 2012 و13 و14 لليوم واهمال مقصود، ما انه في ناس كانوا عم بيقبضوا كمان مثل ما قبضوا بال 2019، كانوا عم بيقبضوا قبل، بيروح عم نعطيكم في مصاري، كان في ناس عم تشتري قراراتهم، في ناس عم تدعم اتجاهاتهم اللي هن بدهم اياها. الاوروبيين ما بدهم الا تواجد سوري بلبنان، هل بيساهم هذا التواجد السوري بانه يصير عندنا حاله مثل الحاله الفلسطينيه تبع 48؟ نعم بيقدر يساهم. مين قال انه السوري حيطلع بكره؟ مين قال اذا صار الولد هون مخلف وهيك شيء؟ هذا قرار صار كثير كبير علينا، اذا ما صار في توافق بين سوريا وبين لبنان ما في مجال يتغير. والسوري المقيم هون عنده كثير اسباب ليش مقيم هون، غير الحياه الصعبه بسوريا في قانون التجنيد العسكري الالزامي، هودي عم بيهربوا منهم، هول شباب ما بقى بدهم، هول شباب عم بيروحوا على المانيا. شوف التواجد تحديدا السوري بالمانيا مخيف بس منتج، صاروا مرتاحين ماليا. السوري هونيك هذا فتح مطعم لبناني هو سوري ومسميه لبنان، يعني ما في مشكل. حتى بالمصانع السورية اليد العاملة السورية مطلوبة، حتى الأشخاص السوريين مع الإلمانيات بالزواج كمان مطلوبين. فإذا السوري منو عبء، منو عبء على كثير من المجتمعات، عبء بفرنسا، ما انه عنده المراكشي وعنده التونسي وعنده الجزائري وعنده الأفريقاني، ما بقى يقدر يحمل. مشان هيك الرئيس ماكرون عم بيتحرك، ما يبيعونا اياها بغير اتجاهات، غير بهالاتجاه اللي احنا بنشوفه، ما يغزونا. المشاكل اليوم اكبر شيء انا بنبسط فيه بفرنسا، اكبر شيء وقت بتطلع على التلفزيونات وبشوف التظاهرات اللي عم بتصير لغزه، شو عم بيصير اليوم لرفح، صحيح المظاهرات عم بتصير هيدي، حتى بامريكا الهجومات اللي عم تتحرك هون، بقول العنفوان العربي. نعم. وانا بايده، انا مشرك بالتفكير، انا شخصيا ماني بعيد عن وعي اللبناني العربي، بس بقول بذات الوقت نشكر الله في جيل، مش الحكومات العربيه ما تخزيني غايبه عن الوعي، أكسام. ما لها دخل، الله يسامحها، يوما ما هل حتحصل عندها هي بتعرف، هيدي الاشياء هيدي يوما ما بتخطط لها، ومش نحن بنخطط لها، خططوا لسوريا صار من 2011. نعم. ما بدنا البترول يطلع بسوريا، خططوا هدموا ودفعوا اموال، اليوم عم نرجع ما بدنا ندفع اموال، وما بدنا الكابتاجون عم بيجينا، نحن طريق ممرور، نحن عم ندفع ضريبه الكابتاجون كصناعه، ممنوع نصدر على هالبلد وعلى هالبلد بسبب الكابتاجون، نحن ما لنا دخل بالكابتاجون، ومصانعنا وانا عندي مصنع دواء، يا ريت بقدر صنع كابتاجون ب 5 مليار دولار وصدره على البلدان، هن عم بيستهلكوه، شعبنا عم بيستهلك، صحيح. وهذا شيء مخططين له، مش دولهم مش هن عم بيقبلوا فيه. من هون بنقول نحن اليوم، نعم، ما يحصل بتواجد السوري في لبنان لم يعالج من البدء، واللي هو بسنين بأول تعالج بالأردن ومنا مشكلة، نعم، تعالج بالأردن ومنا مشكلة، والعراق أرض أوسع منا، وفاتوا قعدوا على حدود العراق ما فاتوا للداخل، عم بيشتغلوا البعض منهم بالعراق وما فيها مشكلة، إنما في لبنان هي أكبر مشكلة، لأنه في بعض الدول تدفع بالأردن للسلطات، تدفع للأردن للسلطات هي تتحمل المصروف،
وبلبنان بتدفع لها مباشرة للتواجد السوري. حلوا عنا يا أوروبيين، بكفينا تاريخ اللي عملتوا لنا إياه بال 1920. نعم. إذا شكلنا نشهد في لبنان محاسبة لأي ملف، لأي من الملفات الكائنة، ما مصير التدقيق الجنائي وأموال المودعين؟ لا ماشي، ما هذا نسيبه. شو اللي بدي انسيه تحديدا؟ نسيه خلص المسار المودعين. ايه كل شيء صار بالسابق نسيه. يعني كل شيء صار بالسابق يعني بحر. ما علش فيه بالسخن. نعم. الطبخة اللي بتطبخيها هي بس تبرد وتحطيها بالبراد خلص ما بتتاكل. يعني عم بعطيكي مثل لك انت تشوفي، ما بقى فينا نطبخ شيء ولا بقى فينا نصلح شيء. التواطؤ اليوم بيمشي في كتير. شافوا انه التحركات اللي صارت بال 19 20 والبعض منا بال 21 وبعض منا بال 22 وقفت خلص. السياسيين ارتاحوا، تشريعا ما بقى يهمنا، ما خلص شو بدهم يعملوا؟ اللعبة انضبطت. الشرايط كنا نحطها تماما منعهم يفوتوا سوليدارتي يكسروا، خلص لا ما هيعملوا شيء بقى. ما بقى في مصاري عم تندفع من برا تتقلوا نزلوا خربتوا عملوا هيك عملوا هيك عملوا هيك. بالعكس بيجوا هني هاللي كانوا يدفعوا مصاري عم يحكوا مع المسؤولين وبيقعدوا هني وياهم الدول الخماسية. ومنين هو الخمسة؟ شو فيهم؟ وين كانوا بال 2019؟ دول الخمسية بيجيب رئيس بال 2019 عفوا، وين كانوا بال 2013؟ عليه ما هو من الخمس دول، هو الدول الخماسية شو فيه وين كانوا؟ أنا ما بقدر حدا، كل واحد في شيء تعبطه. بس ليش اليوم هذا ما بيقدر نجتمع السفر يجتمع؟ هلا خماسية أو سداسية؟ ناقص السداسي، من السداسي هو القرار 100%. أساسك موازنة 2024 هل هي أفضل الممكن؟ وشو هالضرايب العالية اللي عم ترهق كاهل المواطن اللبناني؟ احنا للهيئات الاقتصاديه نعم ساهمنا بشاركتنا بالعديد من الاجتماعات، كنت تصور مع اللجنه الماليه، بشكر رئيس اللجنه الماليه الاستاذ ابراهيم كنعان. نعم. وبنشكر الرئيس دوله الرئيس نبيه بري لعطى تعليماته لمشاركتنا في البحث العميق واخذ افكارنا وارائنا. وحتى قبل 48 ساعه كنا عم نجتمع مع الأشخاص اللي كلفهم الرئيس بردي يجتمعوا معنا ويسمعونا. أنا بقول 2024 هو الفن الممكن بأنه طلعت بال 24 2024 هل الموازنة. بس إذا بتتذكري معي بآخر 24 ساعة تم أقول بآخر 6 ساعات تم أقول بآخر ساعتين شو صار هون؟ أنا شاركت بقبل 48 ساعة بس ما شاركت بآخر ساعتين. هاللي ما نعرف كيف في مواد طارت كانت موجودة كنا شغلين عليها، وهاللي اليوم عم ترجع تنشغل تترجع تمرق عن جديد بينحط بقوانين خاصة. هاللي هي أهم شيء كان لنا إعادة تقييم الموجودات تبعنا. نحن موجوداتنا بملفاتنا الحسابية مسجلة على سعر 1500، يعني الدولار 1507، وكان القانون بحتم علينا والمالية بتجبرنا ما فينا نسعر إلا بال 1507. يطلع لل 3000 يقولوا لنا ب 1507، يطلع لل 30000 يقولوا لنا ب 1507. نشتري شغلة نحن نقدر نسجلها على السعر اللي اشتريناه، بس نحن الدفاتر تبعنا اللي كلها موجوداتنا بناياتنا بضايعنا أموالنا الموجودة بالدفاتر مسجلة بال 1507. لأنه بما أنه حددتوا السعر ووقفتوه على 89500 أعطونا تنسجل دفاترنا تنصور شفافين. الشفافية لدى القطاع الخاص هيدي أهم ثقافة نعطيها. هني كانوا يقولوا هودي مصاصين الدم، ها إحنا قال أصحاب العمل نحن شو من مصدم الشعب. هلأ اليوم صار فيه بين 2019 لل 2024 ومين برهن ب 22 وب 23 وعم يبرهن اليوم بال 24 محافظ على اقتصاد البلد هو القطاع الخاص. نعم. اليوم نشكر الله ونحمده القطاع الخاص ب 22 انتفض وأثبت بأنه ما بقى في مصارف نحن فينا نشتغل لحالنا واشتغلنا. نعم. بس أهم شيء بالشغل شو عملنا؟ حافظنا على عمالنا، ما خلينا
موظفيننا مثل موظفين القطاع العام يقعدوا ببيوتهم وما يقبضوا. ما عملنا حتى بالاستشفى الضمان ما قام بوجباته بالاستشفى، ان عملنا اسيورانس، رحنا للقطاع الخاص بالاسيورانس وعملنا هون. واليوم بندفع قطاع خاص وقطاع عام بالضمان الصحي، اليوم بندفع ضرائبنا وما عندنا اي مشكله، اليوم متحملين مسؤوليتنا نحافظ على مؤسساتنا. حتى المؤسسات اللي سكرت وعددها مش قليل، عددها مش قليل، هي المؤسسات الصغيره هي كلها راحت، صار الرجال قاعد ما قدر يتحمل. بس مسألة عملها على السكات، عملها باستحاء، مش علنا مثل الدوائر العقارية، مثل الميكانيك، مثل 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 الوزارات. اليوم تفوتي ما في حدا، ما بتلاقي حدا، ما بيخزيني. من هون بقول القطاع الخاص كان له دور. صحيح. مع وزنة ال 24 ساهمنا، واليوم طلبنا وفقنا رئيس الحكومة شو في مشاركة من اليوم مع دراسة الموازنة اللي عم تعملها المالية لل 25، وعم بيروح فريق عمل من الهيئات الاقتصادية يشارك. نحن عم نشتغل مش ليتعلقنا ناشئين، نحن مؤمنين ببلد هو بلدنا. أنا بعطيكي مثل وحقيقة عم بتوجه عبرك لشخص صرنا كتير كلياتنا عم نقدم، هو مدير العام وزارة الاقتصاد. هالشخص دكتور هالشخص يعني بتقولي ليش قدر انتفض هيك؟ راعي يو ان دي بي، قال لي بدي مساعدات، بدي مكنن وزارة الاقتصاد. نعم. وعملنا ونجح. بيرح كنا مجتمعين نحن وياه، قلنا له شو بدك منا؟ بدك ايه؟ ما عم نستحي. قول شو بدنا. يعني نحن مقابلين انه اعطونا للبلد، سجل شي واحد اليوم على الاكيد. محمد حيدر صار مسجل كمدير عام وزارة الاقتصاد، هو المدير العام. السفارات بتعترف فيه. نعم. تعترف فيه انه عندك مشكلة بتروح لعنده، الشركات بتعترف فيه. نعم. اصحاب العمل بيعترفوا فيه، كلنا معترفينه. حتى صرنا نقول وين هذا؟ ليه ما بينسخ؟ ليه ما بينسخ لنا عدة مدراء عامين؟ نعم. هذا واحد بيطلع على هون كيف شريعته ومشكلته بهالوزارة مع غير وزارة، ما بيقول انا بوزارة تعطي هتاخدم الناس، كله جاي يفكر حاله هو ولي العهد. بس امتين بتذكر يا حضرتك المسؤول، يا حضرتك المسؤول، يا حضرتك المسؤول، ثلاث مرات. انت اليوم عم تطلع الدرج، هالدرج اللي طالعه ما تفكر ان هل بدك تنزل وغصبا عنك بدك تنزله. سلم على الناس، انت طالع الناس تسلم عليك انت نازل. حلو. ما انه في كتير ناس ما بيسلموا على اشخاص وبننساهم، بيمروا هيك مرق الطريق ما بيطلعوا فيه لك هذا وبيسبوا له، لك هي ترك خلص هاي شو بدك، بيسبوا لهم. تركوا الناس تترحم عليكم 100%. هل من كلمة أخيرة في نهاية حديثنا، وهل تطمئن اللبنانيين؟ أنا أساساً يعني كلمة أنا ما عندي مشي، أنا تعرفي أخذ قرار مع نفسي ما بدي شارك بها حديث ولا بدي أعطي شيء. الوقت وقتنا نشارك بالحديث هو كيف نشارك ونعطي 100%. كيف يكون عندنا مرحلة العطاء للمجتمع تبعنا، يحس مجتمعنا أنه إيه علينا وجبات نعطيه. نحن اليوم العطاء بيكون على صعيد مساحتنا الواحدة. شو هي مساحتنا؟ مكاتبنا، شركتنا، مصانعنا، بجمعية الصناعيين، بلاقات الاقتصاديين، ساعد بعضنا، ساعد المؤسسات اللي عم بتمر. وهذا منقول هيدي أهم رسالة بنقدر نعملها تنصمد بشيء اسمه لبنان. ناس كلها يتعى بتطلع علينا. هل ما زلت مؤمن بهذا مؤمن البلد؟ مؤمن مؤمن. لا شو بدك، هذا غيشي، هذا أنا. شو بدك فيني أنا؟ أنا مش لا مؤمن لإلي، أنا مؤمن لإلي وعم بستثمر وعم بوسع وماشي. نعم. ومآمن إنه نعم نحن سيعود لنا حقوق ما كنا نشوفها بالقبل. أول 100 سنة بتعذب بني آدم، تاني 100 سنة بيرتاح. أولك. شكرا. شكرا لك أستاذ جاكسون على